واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. وكا أيضا افتح فمك اقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. وجاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء. وجاء أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك علمت الأديان بعدم إهانة الإنسان بأي صورة من الصور.